الزعيم وفي حضرة المجانين هنا على موعد مع مباراة مهمة مع متعة كروية كما عودتنا طبعا مسابقات كرة القدم في المملكة العربية السعودية. الهلال النهارده مع جورجيو إيفانيس اليوناني، طلعت الكؤوس، طلعت الراقي، والركنيه اللي بتتلعب عاليه من ادواردو، كوره من فوق، وادي الاولى، ادي الضربه الاولى، الضربه الاولى، الضربه الاولى، وعيار السوري، عيار السوري يدوش الاهلي في الوقت الحالي، السوري، عبد الله السوري في الوقت الحالي، عيار السوري يدوش في الوقت الحالي، وادي الراسيه نزلت لكن السوري، عدى كويس من جحفلي، مر سلمان مع الكوره، عرضيه سلمان، جوه المنطقه مهند، مهند التعادل، مهند عسيري ينزل الاهلي يرجع، مهند ينزل الاهلي يرجع والتعادل للاهلي، مهند عسيري ومؤشر الموسم في مرمى الهلال وعلى ارضيه هذا الملعب، عدى المؤشر، لعب العرضيه، استلم مهند، محدش قابل، واحد لواحد، مهاجم امام حارس، يوسف وياسر وركله الجزاء ويوسف وياسر، يوسف يسجل، السالم السالم يسجل، يوسف يعود للهلال ويتقدم للهلال. حيك على اعصابه، حيك على اعصابه، ويوسف السالم هنا، الاستلامه من مهند، يلعب من فدفه لعمر، بيحاول عمر، عايز يعدي عمر مع الكوره، عمر يسدد حلوه في القائم، مهند مهند مهند، السومة السومة بيقسم ومهند بيقفل، مهند بيقفل، لسه لسه الدفاع اللي بيحضر في المنطقة الدفاعية دلوقتي، وتسديدة حلوة، التالت التالت بيفاجئهم.